لي صباحكم، اهلا وسهلا فيكم باكلتنا الجديده. صباح فتوش معكم اليوم، بتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده جميعا ان شاء الله. اليوم حابه اسوي لكم هالوصفه. انا الحقيقه ما لاكلتها نهائيا بسوريا، وهي الفاصوليا السوداء. هي انا بنت اختي عايشه بلبنان وقالت لي انه بيطبخوها بلبنان بسموها فاجوم، بظن الاسم غريب شوي. فانا رح اسويها بس على طريقتي. هي الاكله انا نقعت مبارح بالليل، نقعت الفاصوليا، هي فاصوليا سوداء، اقرب لكم اياها ارجوكم. الحقيقه منظرها مش شهيه، انا ما لي طبختها حتى قبل هالمره، بس صديقه اللي بيزرعوا بالارض وجابت لي اياهم هديه ميبسه امها وجابت لي، فقلت لازم اطبخهم يعني. ايه وارجيكم اياها الطبخه، يعني على طريقه طبخه الفاصوليا اللي عنا. يعني هاي الفاصوليا السوداء اللي نقعناها نص كيلو. جايبه انا عوض ما اجيب لحم خروف هالمره، جبت لحم ديك حباش. شايفين فخذ ديك الحباش بعظمه؟ هون في اشكال الوان يا ريان بيبيعوا هون باسبانيا جميع انواع اللحوم، واللحم ديك الحباش ما في دهون، يعني دهون كثير قليله وبعدين كثير مفيد يعني وظريف. فحبيت المرة انا اطبخه عوض لحم خروف او لحم بقر اللي بتاعي بلحم ديك الحباش. وطبعا هي البهارات، هي عندي انا فلفل اخضر، بحب احط هذا شويه فلفل اخضر فيهم، بهارات شويه فلفل، ملح حسب الرغبه، وبعدين الكزبره والثوم. ما انه كزبره خضراء ما عندي، ميبسه متلجه فمتلجه انا هون، وهي الثوم. وهلا انا عم ساوي المرقه جاهزه مشان ما احط لها مي، واللحمه هي بما انها طريه ما بدها سلق، بس رح اقليها قلي يعني واطبخها. فمشان هيك عم بسلق اقفاص فروج مشان المرقه تبعه. شوفوها هلا رح اغطي الطنجره، قمت الزفره وكله غسلته، وهلا حطيت البهارات وهي الشغلات، وهلا رح اسكر الطنجره عليها هيك ما بستعمل مي. وهي وردتي الحلوه. على فكره هي اول طبخه بعام 2020، فينعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. هي 2020 هلا هي الطبخه الاولى. قال مشان هيك جبت لكم انا لحم انه ما يسمن، يعني بعد اعياد راس السنه وكذا الواحد بياكل زياده، فهلا بده يعمل له شويه ريجيم. بنجيب شغلات وبنعمل شغلات انه ما تسمن. انا راح اسوي لكم معهم شويه رزه، هي شغله الرز ما في مجال يعني. على فكرة أنا رح أسلقهم بلا طنجرة بخار، لأنه الفاصولية هي ظريفة وطرية، يعني ما بدها طنجرة بخار مشان ما تروح نيفة أو تستوي زيادة يعني بما معنى. فرح أساويها أنا بالطنجرة، أسلقها بالطنجرة العادية، لأنه في أنواع فاصولية بدها طنجرة بخار إذا ما بده يطول الواحد ربع ساعة ثلث ساعة أو 10 دقائق حسب نوع الفاصولية، ما في يعني وقت محدد. فمشان هيك أنا رح أسلقها هلا، بحط لها مي باردة وأسلقها. هون بيقولوا انه مشان ما تفتح الفاصوليه وقت بتغلي بتروح بتحطوا عليها بعدين شويه مي بارده بترعبوها بتقوم ما بتفتح. شو اسمه اللي جربها؟ انا مجربتها قبل المره والله ما زبطت معي كثير، لنشوفها اليوم. اللي ما ذكرت لكم اياه انه دبس البندوره انا محطوطه نسيتها نهائيا انه اذكرها، دبس بندوره او ميه بندوره طبعا بتنطبخ الاكله. وهلا رح اقطي اللحمه، بس رح ارجيكم قديش طريه اللحمه. شايفين هي جبتها، هي بتجي هي بالعظم، رح اخليها العظم لانه بيعطي طعمه ظريفه للاكله. بس هي اهم شغله انه ما رح اسلقها غير اقليها قلي لانها طريه ما بدها بهالشكل. هي قطع كبيره مو قطع صغيره يعني. قلت لكم دائما اللحمه الواحد قد ما بدكم بتحطوا، هدول 600 غرام. فاللحمه هيك الواحد حسب استطاعته يعني. الاكل مو ضروري يعني يكون معبى لحمه، الحقيقه الاكل النفس هو اللي مهم يعني. بس
عنا اللحمة عنا الحقيقة أرخص من محلات كثير من دول كثير يعني تانية، أرخص من سوريا حتى. فأحيانا بتشوفونا نحن منبالغ شوية باللحمة منحط، وبعدين نحن نقل شخصين أو ثلاث أشخاص يعني، ما هي غير اللي عنده عائلة كبيرة يعني بتختلف المواضيع. شوفوا هلا بعد ما غلت الفاصولية شايفين عم بسلقها، ايه قال هلا بترعبوها بترعبوها لانه ما يسخني. هلا شو بتحطوا لها؟ مي بارده، بتحطوا لها مشان تتقل وما تفتح معكم. بعدين بقول لكم انا اذا هذا الحكي مضبوط. هي هلا جهزت عندي المرأة، شايفين المنظر بشهي. هلا رح اقلي اللحمه وساوي وضب يعني المرأة تبع الاكله. هاي هلا رح احط زيت، زيت زيتون، شوية زيت زيتون مشان نقلي اللحمة. انا السمنة بستعملها قليل يعني كثير قليل، فزيت الزيتون. وهي اللحمة هلا رح نقليها عادي هلا نوقفها جاهزة. هلا بعد ما تقلت منيح مثل ما شايفين اللحمة، ايه هلا رح احط لها البهارات من فوق وشوية ملح بس لأنه فيها المرأة ملح، ايه شوي. والفلفل الأخضر، هي الفلفل الأخضر كثير بيعطيها طعمة طيبة. هذا لقيته مرة بالسوق شريته والله. خايفين هاي اللحمة مسوية منيح لازم نحمرها بتشهي مثل ما شايفين. هلا بحط لها المرأة وهي رح نحط لها لتر شوي مي لأن الفاصولية بدها تنفرش، ايه لتر هذا شوية وزيادة يعني فوق اللتر. هلا بدنا نحط لسه مية البندورة، هي بيطلعوا خير الله. رح خليهم شوي هلا مع اللحمة، غطيهم وخليهم هلا يغلوا شوي، بعدين بحط دبس البندورة. هاي هلا بعد 10 دقايق خليتهم هيك يغلوا هن واللحمة، هاي هلا رح احط مية البندورة. بسم الله. هاي العلبة فيها 400 غرام، لأنه خفيفة هيها، فشوفوا اللي بحب الغامقة بحب أغمى بكتر لها كمان، لأنه هلأ بدها تغلي لسه فبتعقد. بس إذا حدا بيحبها مثلا أغمى بحبها تقيلة ممكن يزود لها كمان دبس، دبس بندورة وبندورة مثل ما بتحبوا تسموها. ها رغم رعبتهم بس فتحت شايفين يعني، هي تبع رعبون هي كذب ما مزبوط هالحكي والله. هي تاني مرة بجربها ما مزبوطة، ها خليتها شايفين هلا المرأة خليتها تعقد شوية، ايه لأنه الفاصولية مستوية ما بدها كتير. وهلا بسم الله رح نحطهم هلا، ها نحط الفاصوليات. شايفين لا ليش حطيت اللتر بقى وشوي. المرأة نص كيلو فاصولية ما شاء الله دش نفشوا، ها العائلة هلا بدي تلج منهم واعزم. مين بده ياكل هدول الاكلات؟ بيسالوني احيانا كثير مين عندك بياكل الاكل اللي بتطبخيه؟ بقول لهم بعزم عالم عليه وفي منه بتلجوا، ها هلا هي رح نخليهم عاد يغلون ونحركهم شويه ونحط الكزبره والثوم بالاخير. انا في شغله صعبه بدي لكم اياها، الثوم هلا في منه رح اقشره انا وفي قشرته وفي منه رح احطه هيك صحيح يعني كمالة الراس. هاي هلا غسلناها ورح نحطهم. هلا بتقدروا تحطوا راس كامل، انا كثير ما كل القد يعني لسه بدي احط الثوم اللي مقشر بالنسبه لي حاجه. هاي هلا بعد ربع ساعه، ها هاي الكزبره شايفين مغسوله ومثلجه نشفة قصدي من المي، وبعدين بحطها ومثل ما كنتم شايفين
بالشكل هذا. أنا بحبها تكون كزبرتها كتيرة. فهاي وهي رح أحط كمان هي. وهي أربع أسنان توم. يعني أربعة كبار أنا هدول. شوفوا بكن تحطوا خمسة بكن تحطوا. هاي حساب كمان كل واحد شو بيحب. هلأ بقى بتدوب وبتشوفوا المنظر اللي بشهي البدن. على فكرة إذا متلجينها لازم تحطوها متلجة، لأن إذا بتخلوها يدوب التتليج منها يعني قبل ما تطبخوا فيها أو ما تستعملوها بتصير سودة. فالأفضل تحطوها هيك، فبتشوفوها كلها خضرة. شايفين؟ بتطلع خضرة منظرة. هاي هلأ بعد ما شايفين فرح التتليج عن الكزبرة فردة، رح أخليها هي والتوم خمس دقايق وأطفي عليها وخلصت الأكلة. وهي هلا رح ارجيكم صحن الفاصوليا اللي رح نسكبه. هاي الرزات اللي سويتهم بيشكوا. بسم الله. هاي الرزات وهاي الفاصوليا رح ارجيكم هالمنظر. ها يعني يا سلام، يعني شيء بشهي الحقيقه، يعني مو لانه انا سويته بشهي، يعني الحقيقة تشهي. ولعت أرجيكم إنه هاي لحمة كمان بتي ظريفة. وشوفوا شو اسمه هذا، رح لكم الأخو بالإسباني التوم يلعن عريش القصة. هاي التوم اللي ما عم بيطلع الاسم. ها شوفوا لي بقى هالمنظر هذا. قالوا لي إنه ما بتشهي الأكلة تشهي. وقف لأرجيكم إياها من قريب. صحيح ما مبينة والله، ما كل قد مبينة يعني. استنوا. هاي عن قريب شوفوا المنظر ما أصرفه. وهي البصل الأخضر مشان يتاكل معه. شوفوا البصل الأخضر اللي عنا، عنا ضخم البصل الأخضر. شوفوا ليها، شايفين؟ شوفوا البصل قديش كبيرة. شو بدنا نساوي؟ هذا اللي موجود، بس الحقيقة على الأقل موجود يعني، مشان تاكلوا معها كتير طيبة مع هالأكلة. رح أرجيكم هلأ اللحمة هاي شلون مستوية. رح نرجيكم مع الرزات اللي بشهوا. يعني يا سلام اللحمة الحقيقة طرية. هاي رح نحط لنا شوية مرقة صفي وبلا مرقة، لأنه ها شوفوا لي اللحمة. شوفوها يعني ما تفكروا إنه قاسية اللحمة. هي قليناها قلي يعني ما سلقتها. شايفين؟ ها طرية يعني مثل الهليون. بسم الله. يا سلام. شو بدي لكم انا؟ الحقيقه بتشهي مثل ما بقول لكم دائما، ما حدا بيقول عن زيتو عكير. وان شاء الله بنشوفكم بالاكل الجايه صحتين وهنا. يلا نستودعكم، الله معكم، مع السلامه. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت. قالوا لي حسني الأكلات أكتر من هيكي بكتير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.